السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا لحلقة اليوم من المشهد. إذن استهداف لمخيمات للاجئين في رفح من خلال القوات الإسرائيلية. لماذا تذهب إسرائيل لهذا التصعيد وسط التنديد الدولي والمطالب الدولية بوقف الحرب في غزة؟ إذن تستهدف مخيما للنازحين في رفح القوات الإسرائيلية، قصفت في قصفها أسفر ما لا يقل عن 40 قتيلا وعشرات المصابين بينهم نساء وأطفال. يأتي ذلك في عز المطالب الدولية بضرورة وقف الحرب والدعوة لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين من قبل محكمتي الجنايات والعدل الدوليتين. زعماء في الاتحاد الأوروبي طالبوا بضرورة تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الداعي إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية في رفح جنوبية غزة، فيما أعلنت المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية أن القصف الذي شنته القوات الإسرائيلية على المخيم في رفح خطير للغاية، مشيرة إلى أنه يتم إجراء تحقيق لمعرفة تفاصيل الحادث. نسأل في المشهد اليوم، ما هي دوافع إسرائيل لشن هجمات على مدنيين في رفح؟ ما جدوى الإدانات الدولية في ظل لا مبالاة إسرائيل بما يصدر من قرارات دولية بضرورة وقف الحرب هناك؟ وكيف هذا التصعيد على مجريات الحرب في غزة؟ نناقش كل هذه المحاور مع ضيوفنا بعد هذا التقرير لزميل نبيل عبداللاوي. لا تكاد مدينة رفح جنوبي قطاع غزة تخرج من صدمة لتتلقى أخرى، فقد استهدفت المدينة بسلاح جو الاحتلال الإسرائيلي في 9 فبراير 2024 الذي خلف أكثر من 25 شهيدا. تلاه قصف آخر في 12 فبراير من نفس العام أسفر عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني، وتعرض مخيم مؤقت للاجئين في رفح لقصف إسرائيلي ليلة أمس راح ضحيته عشرات الضحايا والجرحى من النازحين. We shall now begin the voting process. يأتي هذا الهجوم بعد يومين فقط من قرار محكمة العدل الدولية الذي أمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح، وهو قرار يهدف إلى حماية المدنيين ومنع حدوث إبادة جماعية. تنديد عربي ودولي واسع أعقب الهجوم في غياب تحرك فعلي ينهي الحرب الإسرائيلية على غزة التي أوقعت أزيد من 36 ألف ضحية منذ 7 أكتوبر 2023. وكانت الرئاسة الفلسطينية قد وصفت استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في رفح بأنه مجزرة فاقت كل الحدود، وطلبت تدخلا عاجلا لإيقاف هذه الجرائم التي تستهدف الشعب الفلسطيني. من جانبها عدت وكالة الأنباء الصور المروعة في رفح وسقوط عدد كبير من الضحايا بينهم أطفال ونساء دليلا على أن غزة جحيم على الأرض على حد تعبيرها. ومنذ 6 مايو الحالي يشن الاحتلال الإسرائيلي هجوميا على رفح أجبر ما لا يقل عن 810 آلاف فلسطيني على النزوح من رفح التي كان يوجد بها 1.5 مليون شخص، بينهم 1,400,000 نازح من مناطق أخرى في القطاع. إذن لمناقشة هذا الموضوع أسعد باستقبال ضيفي من نابلس السيد محمود الصيفي، مع عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير العربية، ومن بروكسل الأستاذ أحمد فراسيني منسق المجلس الأوروبي للعلاقات السياسية. أهلا وسهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك سيد محمود الصيفي، إذن ما هي الرسائل التي تريد إسرائيل البعث بها من خلال هذا التصعيد في رفح، وهو يأتي بعد أن أعلنت حماس أسرها لعدد من الجنود الإسرائيليين، وأيضا في عز هذا المطالب الدولية من أن تكون هناك وقف للحرب وأيضا محاسبة مسؤولين إسرائيليين؟ يعني هناك عدة رسائل حقيقة. يعني هذه الحكومة المجرمة الصهيونية أرسلت عدة رسائل للمجتمع الدولي وأيضا للمقاومة الفلسطينية. المقاومة الفلسطينية الرسالة الأولى أن سنقتل شعبكم في كل لحظة. يعني هذه المحرقة
محرقة خيام رفح يندى لها جبين الإنسانية. صحيح أن هناك مجازر، والمجازر كبيرة ولا تعد، يعني وصلت عدد المجازر زادت عن 3000 مجزرة، ولكن هذه المحرقة التي تمت الليلة الماضية بعد مطالبة محكمة العدل الدولية، طالبت الكيان الصهيوني بوقف الحرب وخاصة مدينة رفح، وأيضا محكمة الجنايات الدولية يعني وضعت نتنياهو ووزير دفاعه جالانت على قائمة لمذكرة اعتقال، وهذه ردا على هذه المواقف الدولية، إضافة إلى الاعترافات بالدولة الفلسطينية من دول معروفة ولها ثقل في أوروبا والعالم كإسبانيا وسلوفينيا وإيرلندا وكثير من الدول الأوروبية. الآن يعني خلال هذه 24 ساعة القادمة ستعلن اعترافها بالدولة الفلسطينية. يعني على هذا الوقع بدأت القوات الصهيونية قصف السكان، يعني السكان الفلسطينيين اليوم أظهروا منشورات يعني وزعها جيش الاحتلال الصهيوني، وزعها على المواطنين أن يتوجهوا إلى هذا المكان، فيعتبر السكان الفلسطينيين في هذا المكان والذي سمي بمحرقة الخيام لديهم منشورات تقول أن هذا مكان آمن، وطلبوا منهم التوجه إلى هذا الموقع، وتقوم قوات الاحتلال وخاصة بطائرات F-16 يعني طائرات حربية أسقطت قذائف بزنة يعني 1000 كيلو على الناس وهم نائمين، يعني الآخر حصيلة للشهداء 43 شهيد و 249 جريح إضافة لمن بقي تحت الأنقاض والركام. يعني الرسائل التي وجهتها الحكومة الصهيونية أن هذه الحرب هي مستمرة، وبالتالي يعني تدفع السكان، يعني الرسالة اللي بين السطور يعني هي تدفع السكان الفلسطينيين إلى الهجرة، ورغم أن السكان الفلسطينيين في مدينة رفح وضواحيها نزحوا من كل المواقع ومدن قطاع غزة وبتوجيه من منشورات الاحتلال، والآن الطائرات الاحتلال تقصف الأماكن التي سمتها آمنة، حتى أصبحت كما ذكرت وكالة الأمم المتحدة ذكرت ووصفت قطاع غزة أنه أصبح جحيم، يعني هذه الطائرات التي تقصف المدنيين وهم نائمين وهم في أماكن حسب ما رأيهم أنها أماكن آمنة، الآن لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، يعني هذا الاحتلال يستهدف المدنيين كما قلنا سابقا وكما ذكرت كل المؤسسات الدولية أن الاحتلال يستهدف المدنيين، يستهدف النساء، وإحصائيات الأمم المتحدة ووزارة الصحة الفلسطينية تقول أن 70% من الشهداء هم من الأطفال والنساء، هناك أكثر من 17 طفلا ليس لديهم والدين أو لديهم والد واحد تماما، يعني والنتائج كثيرة جدا من خلال هذه الحرب التي تمتد أكثر من 8 شهور. سأعود إليك سيدة الصيفي. سيدة فرسيني، برأيك ما فعلته إسرائيل ليلة أمس في المخيمات في رفح، برأيك كيف يمكن أن يدفع المنظمات الدولية لتفعيل قراراتها أو أيضا إصدار قرارات أخرى؟ نحن لاحظنا أن الاتحاد الأوروبي وكثير من الأعضاء فيه طالبوا بأن يكون هناك تنفيذ لقرار محكمة العدل الدولية. ربما من اللافت موقف وزيرة الخارجية التي ذكرت من أنه قرار ملزم ويجب احترامه. ألمانيا في العادة ما كانت تذهب هذا المنحى فيما يتعلق بإسرائيل. نعم، يعني المجازر كما تعلمون هي مستمرة، ولكن يعني يمكن أن تستفز هذه المجزرة على غير العادة، أحدا يذهب باتجاه خطوة عملية من شأنها أن توقف جرائم الحرب، ولكن هذا لا يبدو جليا، إذ أن اليوم ما يمكن أن يؤثر هو يعني أوامر محكمة العدل الدولية التي من شأنها أن تجبر، بل وهي تجبر الدول الأعضاء مثلا في اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية، تجبرهم على التدخل، فإما من أجل أن لا تكون هناك جرائم أو من أجل معاقبة المجرمين. ولذلك
اليوم تجد نفسها هذه الدول ملزمة بفعل شيء وهي لا تقوم حتى الآن بالحد الأدنى مما عليها أن تقوم به. ولذلك يعني إن كان موقف أوروبي بأن إسرائيل ملزمة، نحن نعلم جميعا أن إسرائيل ملزمة، ونعلم تماما أن ألمانيا أيضا ملزمة بأن لا ترسل الأسلحة الإسرائيليين، ونعلم أن ألمانيا عليها التزامات كبرى يعني اتخاذ خطوات حقيقية تمنع الذهاب إليها هي بفيتو الإجماع الأوروبي، وهي واحدة من الدول التي تمنع الاتحاد الأوروبي كاملة من اتخاذ خطوات حقيقية يمكن أن تكون كعقوبات أو ضغوطات على دولة الاحتلال من أجل وقف الجرائم. المسألة ليست فقط متعلقة بجرائم رفح، وإنما التركيز على رفح كان إسرائيليا من أجل ابتزاز الشركاء، من أجل الحصول على أثمان، ومن أول هذه الأثمان كان أن لا يكون هناك حكم بحق نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين، وأن لا تكون الأحكام عالية النبرة في محكمة العدل الدولية، فهو شاء أن يساوم على ذلك، وخرجت الأمور بشكل مختلف. الأمر الذي دفعه لاتخاذ الخطوة التي أراد تنفيذها منذ البداية، ألا وهي الهجوم على رفح. ولكن اليوم الحديث عن رفح لا يساوي الحديث عن رفح كما كان قبل شهرين أو ثلاثة. إذا اليوم خرج من رفح، وهذا ما كنا نقوله، اليوم خرج من رفح ما يقارب 1 مليون فلسطيني، وهؤلاء لم يعودوا في رفح نفسها، وبالتالي الريسك والدمار الذي كان يهدد ويبتز به نتنياهو والإسرائيليون العالم بأنها ستكون هناك مجازر كبرى، 1 مليون خرجوا. ولكن ما يجري أن الإسرائيليون يتبعون هؤلاء إلى أماكن أخرى ويقوموا بقتلهم. فإذا جباليا ليست أقل شأنا من رفح، ودير البلح ليست أقل أهمية للفلسطينيين من رفح، ولكن العالم اليوم يتشبث بكلمة اسمها رفح. نحن نعلم أهمية رفح وأهمية المعبر وأهمية التهجير إلى ما ذلك، ولكن المجازر تقوم على كل الأرض الفلسطينية، ويقتل الفلسطيني أينما كان، وبالتالي المسألة يجب أن تتعلق بقتل الفلسطيني وإنهاء الجرائم وعدم تنميط المسألة للذهاب بالحديث عن رفح وكأنها قضية يمكن أن تبدي تفاعلا دوليا أو تضامنيا مع الشعب الفلسطيني. لكن سيد فرسيني، ربما لا يبدو واضحا أو يبدو النتيجة عكسية، كيف يمكن للقيادات الإسرائيلية أن تمارس ما سميته استفزازا أمام الرأي العام الدولي والمؤسسات الدولية، في حين أن ما قامت به في رفح أمس يمكن أن يكون أدلة أخرى وإثباتات أخرى لما ذهب إليه المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بمطالبة استصدار مذكرات توقيف بحقه وبحق جالنت، وأيضا أن يلزم أكثر قرار متعلق بمحكمة العدل الدولية؟ نعم، أنا قلت ليس استفزاز وإنما ابتزاز، يعني هم يقوموا بابتزاز العالم حقيقة بأنه وماذا ستعطونا لو لم نذهب إلى رفح. فاليوم هو يذهب إلى رفح ويقتل في رفح وأعلن على الملأ، يعني عندما خرج المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية وطلب بوقف دعوى وقف لنتنياهو وغيره من القادة الإسرائيليين، وعندما خرج القضاة في محكمة العدل الدولية ورأى هذا التعاطف وهذا الالتزام الدولي، اليوم أراد العالم أن يلتزم بالقانون الدولي على حساب إسرائيل، يعني هذا أتكلم من وجهة نظره. فهو قال يعني قبل أن يغادر القضاة في محكمة العدل الدولية كراسيهم كان قد بدأ بقصف رفح، إذن وأعلن على الملأ بأنه هذه القرارات لا تعني ولن توقف دولة الاحتلال عن الاستمرار بحربها ضد الإرهاب مثلا. وبالتالي هو اليوم يثبت بأنه كان يريد القيام فعلا بجرائم في رفح، ولكن العالم هو الذي لم يعطيه ما يريد، وبالتالي اليوم يذهب ويرتكب هذه الجرائم. تماما. وأيضا من ناحية أخرى، يعني بالنسبة له هذا العدد أو هذه الجريمة، هذه المجزرة التي ارتكبت بالأمس ليست بالمستوى الذي كان يهدد به، لأن كان الأمر يدور حول قتل آلاف وعشرات آلاف الناس في غزة حينما تقصف تجمعات فيها أكثر من 1,800,000 شخص. وبالتالي اليوم هو هذه الرسالة اليوم قالها وزير الخارجية الإسباني والإيرلندي والنرويجي بمؤتمرهم الصحفي، بأن
الرسالة الأقوى من هذه المجازر هي أنها أتت بعد حكم محكمة العدل الدولية، وهذا تحدي صارخ للقانون الدولي. وأيضا نحن مثلا هنا في بلجيكا كمجلس أوروبي هناك الكثير من الحراكات، واليوم هناك اجتماع في الاتحاد الأوروبي، الكل يقول بأن حتى الأوروبيون أنفسهم يقولوا، وجوزيب بوريل يقول بأن هناك خطر على المنظومة الدولية، هناك خطر حقيقي. وزير الخارجية اللوكسمبورغي، وزير الخارجية الإسباني، الكل قالها، حتى الألمان، أن المنظومة الدولية وحقوق الإنسان والقانون الدولي اليوم بخطر حقيقي، لأنه يفقد مصداقيته ويفقد يعني جدوى وجوده إذا كانت هناك عربدة من عصابة صهيونية مثلا في تماما. في فلسطين. وسأعود لسؤالك عن كيفية أن يحافظ المسؤولون في أوروبا تحديدا عن هذا القانون الدولي. سيد الصيفي، برأيك ما ذكره الأستاذ فراسيني عن ما يمكن أن تأخذه إسرائيل أو تجبر العالم على أن تأخذ ما تريده، برأيك الولايات المتحدة الأمريكية هل أمام ما صنعته إسرائيل في رفح يمكنها أن ربما تمضي لنتنياهو الذهاب أكثر في العملية البرية وتمديد عمر الحرب من دون إيقافها، أم أنها ستواصل مساعيها نحو الهدنة التي ما لبثت تتحدث عنها لتكون الأسبوع المقبل في قطر؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية يعني أبسط ما نقول عنها أنها شريك في هذه المجزرة، شريك في وان، لأن هذه القذائف والقنابل الثقيلة التي تسقطها الطائرات الحربية الصهيونية هي صناعة أمريكية، إضافة إلى هناك دعم سياسي للكيان الصهيوني، سواء في مجلس الأمن الدولي، سواء في ضد محكمة العدل الدولية، ضد محكمة الجنايات الدولية، والولايات المتحدة وكأنها هناك تتحدث بلسانين أو وجهين. وجه الأول وهو أنها مع الاحتلال، مع اجتياح مدينة رفح، مع التهجير القسري، وما إغلاق كل المعابر لا أكبر دليل. يعني الولايات المتحدة الأمريكية صابرة وساكتة على أن هناك 7 معابر لقطاع غزة لا يدخلها أي شيء من المساعدات، يعني 20 يوم اليوم من 7 أيار حتى اليوم يعني لا توجد مساعدات تدخل، معبر رفح مغلق. الولايات المتحدة هي متهمة حقيقة، مثلما الحكومة الصهيونية متهمة بجرائم الحرب، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية إن كانت تريد أن تحافظ على القانون الدولي الإنساني وكل القرارات، سواء معاهدة لاهاي وجنيف، واتفاقيات جنيف بمجملها، إذا أرادت أن تحافظ على القانون الدولي يجب أن تلجم هذا الكيان. يعني الكيان الصهيوني يعني بجرائمه اليومية ضد المدنيين بحاجة إلى لجم، يعني لجم من المجتمع الدولي. وعندما نتحدث عن المجتمع الدولي الذي هو قادر على لجم الاحتلال هي الولايات المتحدة، اللي هي شريك في هذه المجزرة، شريك في هذه الجرائم، وعليها أن تقف وتقول للاحتلال كفى جرائم. يعني الولايات المتحدة إضافة أنها هي شريك في الحرب، هي يعني تتخذ يعني النقد، حق النقد الفيتو، يعني 4 مرات ضد وقف إطلاق النار، حتى الآن ستلوح، والآن الولايات المتحدة الأمريكية تلوح باتخاذ حق النقد الفيتو ضد وقف اجتياح مدينة رفح، وإضافة لوقف الحرب بشكل عام. ولو أرادت حقيقة، يعني لو أرادت الولايات المتحدة وقف العدوان، وقف الحرب، لأوقفتها منذ كما تشاء وعندما تريد. ولكن هناك دول في الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، بريطانيا، هي تساند الولايات المتحدة في موقفها. يعني أسلحة بريطانيا هي من تقتل بها إسرائيل للمدنيين، وأيضا ألمانيا. يعني مثل ما نقول أن أمريكا هي الشريكة في العدوان، هي أيضا بريطانيا شريكة
في العدوان، لأن تماما. لكن سيد أسلحتها هي من تقتل بالضبط المدنيين. بالضبط، وقد علت في الأشهر الماضية مطالب بضرورة أن يكون هناك حظر لبيع السلاح لإسرائيل. ما يحدث وما حدث أمس في رفح هو يأتي بعد مسافة زمنية كبيرة جدا بكل حمولتها وتكلفتها الإنسانية، بعيدا عن ما حدث في المعمداني في أكتوبر الماضي. برأيك هل الأمر سيبقى بنفس النتائج أم أنه سيزداد الضغط من أجل أن يكون هناك حظر لبيع الأسلحة أقول لإسرائيل؟ يعني أنا يعني حسب ما نشاهده في تقارير الدولية في الدول الأوروبية من خلال الاحتجاجات في الجامعات الأوروبية والجامعات الأمريكية، وشاهد العالم يعني مدى الدعم الأمريكي والأوروبي لهذه الدولة العنصرية، وبالتالي التوجه إلى وقف تسليح هذا الجيش الصهيوني يعني هو الخطوة الأولى للضغط على هذه الدولة العنصرية. يجب على المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي، يعني الاتحاد الأوروبي مدعوا يعني بعد هذه المحرقة في خيام مدينة رفح مدعوا إلى وقف تسليح الجيش الصهيوني. يعني كفى تسليح لقتل الأطفال، يعني محكمة الجنايات الدولية، محكمة العدل الدولية يعني أشارت وطالبت ووجهت الاتهام لهذه الدولة العنصرية أنها تقوم بحرب إبادة بقتل المدنيين. ورغم صدور قرار محكمة العدل الدولية ازدادت عمليات القتل ضد المدنيين الفلسطينيين في رفح. تماما. سيد فرسيني، ما كنت تتحدث عنه من أنه ضرورة أن يكون هناك حفاظ على القانون الدولي، يمكن لكل هذه المؤسسات أن تحافظ عليه وإسرائيل تمارس ما تمارسه، وأيضا يضاف إلى ذلك تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أنه غير مستعد هو لإنهاء هذه الحرب حتى تحقق كل أهدافها. نعم، يعني حقيقة حتى أننا اليوم بعثنا برسالة للدول التي الأوروبية التي اعترفت في دولة فلسطين السياسية بشكل رمزي، وطلبنا منهم أن يمارسوا الدور الحقيقي وأن لا يكتفوا في قضية الاعتراف السياسي الرمزي بالدولة الفلسطينية. الدولة الفلسطينية تحتاج لتكون مجسدة على الأرض، وهناك سيادة فلسطينية على هذه الدولة، على هذه الأرض الفلسطينية وضمن حدود الدولة الفلسطينية وبدستور الدولة الفلسطينية. هذا الأمر يحتاج إلى وقفة حقيقية وأن لا يتوقف فقط عند المواقف. المشكلة في الأوروبيين أنهم يتعاملون مع المواقف اللفظية ولا يذهبوا إلى ما أبعد من ذلك باتجاه خطوات حقيقية. للإجابة على سؤالك، هناك قضية المجلس الشراكة الإسرائيلي الأوروبي، هناك قضايا الاتفاقيات الدولية، الاستيراد والتصدير، هناك تصدير الأسلحة والمعدات لدولة الاحتلال، هناك التناقضات الكامنة بقضية دولة الاحتلال الضمني حقيقة واللا ضمني والفعلي في أوروبا، ومن ناحية أخرى قضية إرسال المساعدات وكأنها الأداة التي يمكن أن تنظر من شراكتهم الواضحة الفاضحة مع جرائم مع الاحتلال نفسه، وبالتالي لا يمكن أن ترسل بالمساعدات إلى سيناء وتظل هذه المساعدات موجودة حتى 6 شهور وتقول أنك تساعد الشعب الفلسطيني وتدعم دولة الاحتلال من ناحية أخرى. لماذا يستمر اعتصام الطلاب في الجامعات حتى يومنا هذا؟ لأن حتى الجامعات وحتى هذه الدول لا تريد قطع العلاقات وبيع الأسلحة والمعدات العسكرية والأبحاث التي تستخدم في التصنيع العسكري الإسرائيلي، تريد هذه الجامعات قطع هذه العلاقات مع دولة الاحتلال. المواد والمنتجات المصنعة بالمستوطنات، الاستثمار في المستوطنات، الاستثمار في التصنيع العسكري الإسرائيلي، كل ذلك. وأوروبا بنفس الوقت تريد أن تلعب دورا مركزيا بالمنطقة، فكيف لك أن تلعب دورا مركزيا بالمنطقة وتظل بالموضوعية المختلقة أو الموضوعية التي يفترضها الإسرائيلي من ناحيته؟ وهذا هو ربما صلب الموضوع، أن الإسرائيلي يفترض أن الموضوعية هي أن تكون إسرائيليا صهيونيا متضامنا مع إسرائيل وشعب إسرائيل، وحينما تكون وسيطا يجب عليك أيضا أن تكون وسيطا
للجهة الإسرائيلية، وعندما تكون غربيا يجب أن من الطبيعي أن تدعم دولة إسرائيل ولا تدعم الإرهاب الفلسطيني مثلا. بالنسبة لهم حتى أن الأمور أصبحت طبيعية جدا أن يكون الأمر كذلك، وحينما لا يكون كذلك يسبب مفاجأة عظمى للإسرائيليين بأنك يعني أنت تصبح لا سامي، لدرجة أنه يعلن الأمم المتحدة منظمة لا سامية. ظل يقول باللا سامية واللا سامية، حتى فقد مصطلح اللا سامية عمليا طبيعة التهمة الحقيقية باللا سامية، ولم يعد ذلك جديا. حينما اليوم تقول لا سامية لم يعد الموضوع يأخذه أحد بجد، وهذا لمصلحتنا حقيقة. لذلك القانون الدولي يحتاج لآلية عمل، واليوم يدور النقاش الحقيقي في أعلى مرتبات الدبلوماسية في العالم حول جدوى المنظومة الدولية وحقيقتها اليوم، ولمن تنفذ وعلى من ينفذ القانون. اليوم قيل في الاتحاد الأوروبي أنه هل من الحقيقي أن يعني احترام القانون الدولي، يعني فقط يجب في احترام القانون الدولي في وقت السلم وفي وقت الحرب تبدأ العربدة على هذا القانون. هذا ما لا يريده هؤلاء. يعني إذا نعطي خطبا باحترامنا عن القانون الدولي في وقت السلم وفي وقت الحرب، نترك الأمور تفلت من أيدينا. لذلك اليوم إسرائيل تشكل الرمز، رمزية هذه العربدة على المنظومة الدولية، الأمر الذي يضع كل القانون والقانون الدولي والقوانين المحلية وحقوق الإنسان والنظريات والمبادئ في الجامعات وغيرها يضعه على المحك وأمام امتحان حقيقي. ولذلك أظن أن العالم هنا يحتار جدا ما هي الخطوات التي يمكن أن تجسد الأمن في هذه الدول، وأن لا نذهب إلى فوضى عارمة بعدم احترام القانون من ناحية، ومن ناحية أخرى كيف يمكن أن لا يزعج الدولة المدللة إسرائيل ومحاولة فرض عليها شكلا من أشكال احترام هذه القوانين. وبنفس الوقت المعادلة الثالثة أن لا يهدي هؤلاء المقاومة الفلسطينية أي إنجاز ممكن، وأيضا معادلة قضية الدولة الفلسطينية وحل الدولتين ودعم السلطة الفلسطينية، وهم الذين يناقضون حتى أنفسهم. يعني مثلا في شهر 7 الفائت كان قرار من البرلمان الأوروبي كتوصية للاتحاد الأوروبي بأنه على السلطة الفلسطينية أن تغير الكثير من الأمور قبل أن نعود ونتعامل معها. اليوم حتى هذا الاعتراف ودعم السلطة الفلسطينية ربما يمكن أن يكون يعني استعجالا وخطوة إلى الأمام، ولكن لن يكون، وهم على قناعة تامة بأنه لن يكون الحل الحقيقي، إذ أن 30 عاما الأوروبيون انتظروا حل الدولتين أو فعل أي شيء، وظلوا يخطبوا عن حل الدولتين ولم يحدث أي شيء. واليوم يريدوا أن يضغطوا ويستخدموا كل الأدوات الممكنة من أجل الخروج حتى بأي شكل من أشكال آليات العمل، وما زالوا يفشلوا في ذلك، لأن المفتاح هو كما قال ضيفكم الكريم، المفتاح هو الاحتلال والولايات المتحدة. حتى الذهاب اليوم بعد عملية رفح بالأمس، وأظن أن واحدة من أهداف عملية رفح أيضا بالأمس أو ما يمكن الاستفادة منها، هو دفع العالم ليذهب إلى مجلس الأمن. الأمر الذي حاولت محكمة العدل الدولية الالتفاف عليه بقرارها بنصها كي لا نجبر للذهاب إلى الولايات المتحدة ونصبح رهينة عند الفيتو الأمريكي، إلا أن العملية بالأمس تدفع الآن بالكثيرين بالمطالبة بالذهاب إلى مجلس الأمن، وسيكون الفيتو الأمريكي أو لم يكن وغالبا سيكون سيضعف من القرار قرار محكمة العدل الدولي. تمام. سيد الصيفي، إذا كان الأمر على هذا النحو الذي وصفه سيد فرسيني، ما الذي تجنيه الحكومة الإسرائيلية وما الذي تجنيه أساسا إسرائيل؟ إذا كان زعيم المعارضة يائير لابيد يقول بأنه نتنياهو المسؤول عن هذا الإخفاق الذي حدث للدولة اليهودية، وأنه لم يسبق لها أن كانت في مثل هذا المستوى، إذا كان أيضا صحيفة البوليتيكو الأمريكية تتحدث عن أن خلال كل هذه الأشهر 8 أشهر الماضية لم تقضي إسرائيل في عملياتها في غزة إلا على ثلث من حركة حماس، وأن 65% من الأنفاق ما تزال على طبيعتها وأنها لم تستطع تهديمها، ما الذي تجنيه إسرائيل حاليا؟ يعني الكيان الصهيوني بحكومته المتطرفة
لديه أهداف، أهداف غير الأهداف المعلنة. هناك الهدف الاستراتيجي وهو القضاء على الشعب الفلسطيني. هناك عملية يعني قتل بشكل يومي، يعني ما حصل في قطاع غزة هي مجزرة بشرية، مجزرة تدمير لكل منشآت قطاع غزة، مساكن المواطنين، كل ما يمت بالحياة تم تدميره، تدمير أكثر من 70% من مساكن قطاع غزة. إضافة كما تعلمين سد اللولة، يعني لا مستشفيات لا مدارس. يعني الكيان الصهيوني في أهداف المعلنة القضاء على المقاومة الفلسطينية، تحرير الأسرى، ولكن الأهداف والهدف الرئيس والتهجير. الهدف الثاني هو القضاء على الشعب الفلسطيني، إنهاء أي بقعة جغرافية تسمى قطاع غزة. يعني الآن الاحتلال وهو ماضي في هذا المخطط، يعني شاهدنا كثير من المشاهد من التطهير الكامل لكثير من المواقع في شمال قطاع غزة، والآن يتوجهون إلى مدينة رفح لإلحاقها تدميرا كما دمروا كل مناطق قطاع غزة. يعني نقف إلى هنا، يعني نوجه طبعا للاتحاد الأوروبي. يعني الاتحاد الأوروبي ترسل السلاح يا ست دنونة وأخواني المشاهدين، يعني الاتحاد الأوروبي يوصل السلاح ولكن لا يستطيع أن يوصل المساعدات. كيف نفهم هذه المعادلة؟ يعني قطاع غزة مغلق تماما أمام المساعدات للشعب الفلسطيني، مما يدل على أن الكيان الصهيوني ينفذ سلاح المجاعة ضد الشعب الفلسطيني، مثل ما هو سلاح الطائرات الحربية التي تقصف من الجو والسفن والجيش العمليات البرية. إذن أهداف الكيان الصهيوني الآن أصبحت هناك الهدف الرئيس هو التهجير، هو القضاء على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أمام مرأة ومسمع الاتحاد الأوروبي، الذي كما تفضل زميلي فراسيني أن هناك يعني قرارات وأقوال وتصريحات، يعني لا يوجد حل. يعني هناك عجز أوروبي، عجز دولي، يعني باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية التي هي شريك في هذه المجزرة، شريك في هذه الجريمة البشعة التي ترتكب. يعني عندما يقول أن هناك محرقة ارتكبها هتلر ضد اليهود، محرقة لم يشاهدها أحد، الآن العالم يشاهد محارق في قطاع غزة، محرقة خيام رفح. أليست محرقة تضاهي كل ما تسمى محرقة اليهود؟ ونحن ضد قتل المدنيين، أي إنسان يرفض قتل المدنيين، قتل البشر، ولكن هذه الحكومة المتطرفة التي تقتل بالسلاح الأمريكي، تقتل بالسلاح البريطاني، تقتل بالسلاح الفرنسي، بالسلاح الألماني وكل الاتحاد الأوروبي، في حين السياسيين الأوروبيين يتحدثون بلغة أخرى. يعني انظري سيدة اللولة عن ماذا حصل في أوكرانيا، عندما روسيا هاجمت أوكرانيا يعني وما زالت العملية العسكرية مستمرة، هب الأوروبيون وأمريكا بإيش؟ بفرض العقوبات على الدولة المعتدية كما يقولون على تماما على وأيضا الدفع بالسلاح لأوكرانيا. تماما سيد محمود الصيفي، عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير العربية، كنت معنا من نابلس، هذا ما يسمح به وقتك للبقاء معنا، شكرا جزيلا لك. شكرا موصول لك سيد أحمد فراسيني، منسق المجلس الأوروبي للعلاقات السياسية، كنت معنا من بروكسل. أسعد باستقبال ضيفي من جنيف الدكتور أنور الغربي، الناشط السياسي والحقوقي، أهلا وسهلا بك دكتور أنور الغربي. إذن جنيف على موعد يومي السادس والسابع والثامن من شهر جوان يونيو المقبل لاستقبال واستضافة أعمال المحكمة العالمية لفلسطين متابعة المتهمين بالإبادة الجماعية، ما الذي ستضيفه هذه المحكمة وكيف يمكن أن تستثمر ما جرى أمس بمخيم رفح من استهداف للمدنيين هناك؟
هذا وللمشاهدين الكرام في كل مكان. صحيح ما تفضلت به أن ستنعقد هذه المحكمة يعني أيام من 6 إلى 8 في قاعة، هنا قاعة رمزية، القاعة التي ألقى فيها نيلسون مانديلا كلمته عند زيارته لجنيف. وسيحضر هذه المحاكمة أكثر من 140 قاضي والمحامي وناشط من حوالي 40 جنسية حاليا، رغم أنه كان الهدف هو 76 من القضاة ومن المحامين للتذكير بذكرى النكبة للفلسطينيين، ومع ذلك العدد تضاعف واضطررنا لغلق باب التسجيل 3 أسابيع، منذ 3 أسابيع تقريبا. هذا يعني الحضور من 40 دولة من 5 قارات، يعني أنه هناك اهتمام كبير بهذه المحكمة، والتي ستكون منبر دائم لكسر حاجز الصمت الذي نراه اليوم حول هذه الإبادة الجماعية وحول نظام الفصل العنصري الذي صار كأن لديه رخصة للقتل ورخصة للتدمير ورخصة للتهجير والعالم يتفرج. هذه المحكمة ستكون عبارة على منصة مفتوحة للضحايا وأيضا لجميع الباحثين والمحققين والقانونيين في مسائل قضايا مختلفة، منها الإبادة الجماعية ونظام الفصل العنصري وغيره من القضايا، وهي بلا شك ستوفر للضحايا ما يحتاجونه من آليات لإيصال صوتهم للمحاكم الدولية والإقليمية والوطنية. وهذا أحيانا ننساه، أن المحاكم الوطنية والإقليمية مهمة جدا في مثل هذه القضايا. هذه المحكمة ستكون أيضا واحدة من مهماتها مراقبة ما يجري في المحاكم، محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية وكل المحاكم حتى الوطنية منها. أيضا ستكون نوع من ملتقى والمرصد لكل المحامين والحقوقيين اللي ناضلوا ضد غياب المحاسبة التي نشهد عليها اليوم، وبالتالي ستكون فرصة لكل هؤلاء الفاعلين والنشطاء من أجل تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني ونوع من الشهادة على المستقبل. أيضا سيصدر كتاب باللغتين العربية والإنجليزية حول أشغال هذه المحاكمة. نعم دكتور الغربي، الدول المشاركة في هذه المحكمة سيكون نحو 40 دولة من القارات الخمس، برأيك هل سيكون ذلك معززا أكثر للملف الفلسطيني؟ نحن لاحظنا أنه ما دعا إليه المدعي العام للجنائية الدولية حتى الآن لم يكن، ليس هناك استصدار لمذكرات التوقيف بحق نتنياهو وجالانت، وأيضا ما ذهبت إليه محكمة العدل الدولية من ضرورة وقف الحرب في غزة. ما الذي يمكن أن تقوم به هذه المحكمة في جنيف، وماذا يعني هذا العدد الكبير من الدول المشاركة فيها؟ هو ما يعنيه بالأساس الاهتمام الواسع، لأنه اليوم نحن نشهد على جريمة ترتكب أمام أنظار العالم، بل جرائم مختلفة، جرائم إبادة، جرائم تهجير، جرائم تدمير. وكما قلت لم يعطي أحدا رخصة لإسرائيل كي تقتل وكي تدمر وكي تهجر الشعب الفلسطيني بتلك الكيفية التي نشهد عليها اليوم. هذه المشاركة الواسعة من قضاة ومحامين وفاعلين في يعني فلاسفة وكتاب وغيرهم تعني الكثير، تعني بأن المجتمع رافض، المجتمع الدولي برمته، هؤلاء جميعا رافضين لما يحدث. هذا تقريبا على هذا المستوى رأينا ذلك، رأينا شيئا شبيه على مستوى الجامعات والطلاب وغيرها بأدواتهم، نرى ذلك من خلال حملة المقاطعة التي نشهد عليها في عدد من البلدان المختلفة. وبالتالي كل قطاع لديه اهتماماته ولديه دوره ولديه فعله في الواقع. هذه المحكمة ستكون بلا شك داعم ورافعة للعمل القانوني والحقوقي، ستكون أيضا نوع من الرقابة ومن الرصد لما يحدث في محكمة الجنايات خاصة.
عدد كبير من المشاركين في هذه المحاكمة هم من الذين كانوا توجهوا بملفات لمحكمة الجنايات الدولية منذ الأيام الأولى في شهر، تذكروا أنه في شهر نوفمبر السنة الماضية تم تقديم شكوى مدعومة بحوالي 400 محامي وحوالي 300 جمعية قدمت. ربما هذا ما يطرح التساؤل أكثر دكتور الغربي، أنه النشاط الحقوقي والنشاط للمطالبة وتسليط القانون الدولي على ما تمارسه إسرائيل في غزة كان نشطا منذ الأيام الأولى للحرب، وحتى الآن مع توسع دائرة الحرب ومع مرور التوغل البري وتسجيل عدد من ما يوصف بالمجازر، إلا أنه الأمر لم يثبت جدواه حتى الآن، حتى على مستوى مجلس الأمن يعني الفيتو الأمريكي منع أكثر من قرار لصالح إيقاف الحرب في غزة. كيف يمكن أن توظف كل هذه المساعي الحقوقية من أجل أن يكون هناك على الأقل وقف للحرب أو إدخال عدد كثير من المساعدات الإنسانية التي حتى الآن لا تكفي في غزة؟ لا، هناك تغييرات كبيرة، عفوا سيدتي، يعني قرار محكمة العدل الدولية بإيقاف الحرب في القضية التي قدمتها جنوب أفريقيا، في القرار أيضا ما صدر عن محكمة الجنايات الدولية الأسبوع الماضي، مسألة هذا التغيرات التي تحضر على مستوى عديد الحكومات الغربية والتحركات في الشارع في الجامعات وغيرها، كلها عوامل متكاملة وتكمل بعضها البعض. أيضا القضايا المرفوعة ضد المسؤولين الإسرائيليين، هرتزوك رئيس إسرائيل لما زار جنيف في مؤتمر دافوس يعني قدمت ضده شكوى، واضطر المدعي العام لطلب رأي الخارجية السويسرية لمعرفة إن كان الرجل مشمول بالحصانة الدبلوماسية أم لا. هذا أمر ربما لم يتم التعرض له بشكل كبير في الإعلام، ولكنه مهم، ولأول مرة يحدث أنه رئيس مباشر يتم السؤال على إن كان هو مشمول بالحصانة أم لا، بما يعني أن نوعية الجرائم التي هو يعني متورط فيها كبيرة ويمكن متابعته فيها. الأمور هي نوع من التراكمات، والتراكمات كلها توصل إلى نتيجة حتمية، والنتيجة الحتمية هي أنه لا يمكن لجهة ما، دولة كانت أو كيان مهما كانت. صحيح أنه إسرائيل اليوم متحصنة بالفيتو الأمريكي وبالدعم الأمريكي، وأمريكا مشاركة في الحرب كما تفضل ضيفكم، وهي تشارك بفاعلية وتشارك بشكل رئيسي المال والسلاح والرجال والموقف السياسي وكل شيء، ومع ذلك حتى أمريكا نفسها لا يمكنها أن تحمي إسرائيل. أمريكا اليوم يعني معزولة بالكامل تقريبا على مستوى العالم، رأيتم التصويت في الجمعية العامة، يعني كيف أنها اضطرت أي أن تكون مسنودة بدول تقريبا لا أحد يسمع بها، أو بدول متورطة يعني لديها مشاكل كبيرة اقتصادية مثل الأرجنتين ودولة واثنين من أوروبا الشرقية التي لديها مشاكل مالية وتحتاج للدعم الأمريكي، وثلاثة جزر يعني لا يمكن ذكر أسمائها اليوم لأنها تقريبا لا أحد يسمع بها كدول. وبالتالي الأمريكا اليوم تعاني من هذا من هذه العربدة ومن هذا الإجرام تماما. لكن برأيك هذه أمريكا التي استندت على مواقف دول ما ذكرتها من أنها لا تذكر ومجهرية ربما، هل يمكنها أن تعاني مستقبلا أمام هذه النزعة بالاعتراف بدولة فلسطين من قبل دول أوروبية؟ حتى الآن هي ثلاث دول، وربما يرتفع العدد لرابع دولة وهي بلجيكا المتوقع أن تعترف بإسرائيل بفلسطين. أقول هل سيتعزز الأمر؟ هل سيسبب إشكال للولايات المتحدة الأمريكية؟ بلا أدنى شك، الولايات المتحدة الأمريكية اليوم صارت تقريبا محاصرة. الدول، لو أخذنا خريطة العالم بالدول التي تعترف بفلسطين اليوم، سنرى بأن الولايات المتحدة صارت محاصرة من كل الجهات، وسنشهد أكثر اعترافات بفلسطين خلال الأسابيع والأشهر القادمة. نحن تفاجأنا هنا بحجم المشاركة من بلدان أمريكا اللاتينية، من نيكاراغوا وتشيلي والبرازيل وغيرها من الذين سيشاركون معنا في جنيف خلال الأسابيع المقبلة في أشغال هذه المحاكمة، بما يعني أنه هناك دعم كبير للحق الفلسطيني وللحقوق الفلسطينية الثابتة التي يعني صارت اليوم معلومة للجميع. إن كان يحسب للفلسطينيين والمقاومة الفلسطينية من مكسب تحقق،
هو أنه أرجع البوصلة الحقيقية، أرجع البوصلة لأصحابها. صار العالم اليوم يتحدث وبوضوح عن الحق الفلسطيني، الدول التي أوقفت مساعدتها للأونروا تراجعت، إيطاليا، سويسرا، بلدان أخرى تراجعت، كانت أعلنت أنها ستوقف هذا الدعم لوكالة غوث اللاجئين وتراجعت عن ذلك وإن بشروط معينة، بما يعني أن العالم استفاق. في البداية كانت ذلك الصدمة عبر الأكاذيب والبروباغندا الإسرائيلية بالقول أنه صارت فظاعات بقطع رؤوس وباغتصاب نساء وغيرها، تبين أن كل ذلك كان من وحي الخيال، واليوم صار نوع من التندر، والتندر ولكنه مع الأسف هو تندر بحجم الجريمة. باسم هذا التندر ارتكبت جرائم وأزهقت أرواح بالآلاف وبعشرات الآلاف. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية بلا شك متورطة، وأنا أعتقد أنه عدد من الشخصيات الأمريكية ستكون متابعة وملاحقة قضائياً في أوروبا وغيرها من البلدان، لأنها متورطة بالكامل مع الاحتلال الإسرائيلي، وهي تتحمل تبعات المشرع الأمريكي في الولايات المتحدة الذي يصوت على منح المال والدعم بالسلاح والحماية بالموقف السياسي. هو مشارك في هذه الحرب ولا يمكن اعتباره طيب مجرد موقف ماذا سياسي. بالضبط بالضبط صحيح ما تذهب إليه الدكتور الغربي، ماذا عن الموقف السياسي لسويسرا وهي تحتضن مثل هذه المحكمة؟ هل يمكنه أن ينحو منحى ما ذهبت إليه كل من إيرلندا والنرويج إسبانيا؟ هو الموقف السياسي السويسري لحد الآن، موقف الخارجية السويسرية كان يعني بشكل كبير معيب ولا يرتقي إلى مستوى الذي نعرفه عن السياسة السويسرية القديمة المعروفة بالحياد وبأن تلعب دورا في النزاعات. نحن نعرف أنه خلال 10 سنوات الأخيرة تراجع الموقف السياسي السويسري في كثير من الملفات وليس فقط في هذا الملف الفلسطيني، ولكن تحت ضغط الشارع وتحت ضغط المجتمع المدني والأحزاب والنقابات وغيرها تطور الموقف السويسري أيضا. والدليل على تطور هذا الموقف هي يعني التعاطي الإعلامي الذي حصل فيه شيء من التحسن في المدة الأخيرة وصار ينقل جزء من الحقيقة، خاصة في البداية كان نوع من ترديد البروباغندا الإسرائيلية في الفترة الأولى. أيضا اكتشاف عدد من الملفات المتعلقة بإسرائيل وداعمي إسرائيل وخطورتها على الوضع الداخلي السويسري، منها شركة يعني التخابر التي اكتشف أنها تعمل لحساب الإمارات، بما يعني أنها تعمل لحساب إسرائيل، وجزء كبير منها متعلق بمتابعة النشطاء الذين يعملون لدعم الحق الفلسطيني ولدعم الحقوق. في النهاية الحديث عن الحق الفلسطيني هو الحقيقة عن العدالة، هو حديث عن الحق الفلسطيني، هو حديث عن المنظومة الدولية التي جزء كبير منها يناقش هنا ويعالج هنا في جنيف على بعد يعني كيلومتر واحد من المكان الذي أتحدث إليكم منه الآن. وبالتالي المفروض والأصل أن يكون لسويسرا ولجنيف تحديدا دور أساسي في هذا يعني في رعاية مفاوضات ما، في القيام بأدوار ما. نعرف بأن سويسرا كان لها مبادرة منذ سنوات ولكن تم يعني قبرها مع رحيل تلك الحكومة ومجيء الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل التي ترفض كل حوار وكل أي إمكانية للتفاوض على الحقوق الفلسطينية. وبالتالي الآن رجع الحديث على هذه المبادرة السويسرية، وهناك الآن حديث مع الوزير الخارجية السويسرية سابقا في الكثير من وسائل الإعلام ميشلين كالميري لتتحدث عن مبادرتها تلك، وهي التي كانت يعني تحدثت مع كل الأطراف ووصلت إلى نتيجة أنه لابد لجنيف ومن سويسرا بالذات أن تلعب دور في هذا. لا ننسى أن اتفاقية جنيف الرابعة الكل يتحدث عنها، وهي اتفاقية جنيف سويسرا عليها مسؤولية، ليست ككل الدول عليها واجب، وليس يعني والله من واجب يعني موقف سياسي، لا واجبها
ودورها أن تحمي هذه الاتفاقيات، وإن تخلت كل بلدان العالم عن تلك الاتفاقيات فواجب سويسرا أن تحميها بمنطوق تلك الاتفاقيات نفسها. سويسرا معنية بحماية المدنيين وقت الحرب، وما يحدث اليوم مع المدنيين من هذه الإبادة التي نراها يعني مرعب ومخيف، ويجعل الجميع أمام مسؤوليات ويضع الجميع أمام مسؤولياته، في مقدمتهم الصليب الأحمر والدولة السويسرية وحكومة جناب والحكومة الفيدرالية السويسرية التي عليها ولكن واجب. نعم، ولكن حتى الآن لا يظهر هذا الدور، في حين نرى الدور الفرنسي الذي يحاول أن يكون هناك سعي نحو حل الدولتين وأيضا احتضان مفاوضات بشأن الهدنة. شكرا جزيلا لك دكتور أنور الغربي، الناشط السياسي والحقوقي، كنت معنا من جنيف. شكري موصول أيضا لضيفي، كان معنا محمود صيفي عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير العربي، كان معنا من نابلس، ومن بروكسل كان معنا أحمد فراسيني منسق المجلس الأوروبي للعلاقات السياسية. شكر موصول لكم مشاهدينا، حتى نعود ونضبط معكم زاوية مشهد جديد. نستودعكم الله جميعا، إلى اللقاء.